السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم المقادير والطريقة ديال هاد لي بريوش على شانتيي، على كريم شانتيي او لي ماريتوزي كيف ما كيسميوهم. سي دي بريوش ايطاليان بعامرين بلا كريم شانتيي، وكيكون فيهم واحد اما دي فروي لداخل او لا دي شوكولا ولا دي فروي ساك اللي بغيتو ديريو فيهم، وساهلين وكيجي واحد المنيضر زوين. ومقادير عادية المقادير ديالهم. بالنسبة لبغيوش كنحتاج طحين مغربل، راه غتلقاو المقادير مضبوطة في صندوق الوصف بالعربية وبفرنساوية، السكر، سنيدة، الخميرة، كل شي درتو بهاد العاشق المعيارية الكبيرة، لافاني، الزيت، العسل. غتعبروا هاد المقادير غتعبروهم بهاد العاشق المعياريه الكبيره، كيكونوا واحد لا سيري ديال هاد العويشقات هادو، وانا درت هاد العاشق الكبير تقريبا بحال عاشق لا سوب كبيره، جوج بيضات يكونوا بحراره المطبخ مليحه لتعديل الذوق، والحليب دافي، وغتخلطوا يا اما باليد يا اما بالعجانه، ومن الاحسن العجانه حيت كتكون كولونت. دونك غنعجنها واحد 5 حتى 10 دقائق، وهنا هانتوما شوفوا راه كتلتصق باليد. غنديتاشي لي باغوا ديال البول من العجينه، وندهن يديه بشويه الزيت، ونجمعها كلها اونبول كره وحده صافي، وندهنها باش ما تلصقش ليا، ونخليها تختمر ساعه حتى لساعه ونص. قد ما خمرات راه كتجي مزيان. هنا هي خمرات ليا مزيان، غنديغازيها، نحيد من هذاك الغاز اللي كيكون نافخها غير شويه، وغنقسمها لتمنية ديال الحصص. هنا كيجيو دي بغيوش عاديين طاي مويان، بغيتو ديرو كبار ديرو، بغيتو ديرو صغار ديرو، المهم هاد لاطاي كيجيو زوينين باردون، كيجيو حلوين حتى في المنيضر. صافي غندير 8، 4 غنديرهم بغيوش دايرين بهاد الطريقة، كتلولبوهم مزيان وتحطوهم في الطاوة. وربعة غنديرهم بحال دي بتيت باغيت، هانتوما غتشوفوا كنبسطها بحال هكا العجينة ونلويها، ولي كوتي يكونوا هكا عراض، ما ديروهمش بوينتو لي كوتي ديال هاد لا بتيت باغيت. ساهله ما صعيباش، والعجينه ساهله، ما كتبقى لا كتلصق لا شي لا حتى شي حاجه، سورتو الا درتو شي حاجه بحال هاد لو تابي اون سيليكون كيعاون، ما كتلصقش ليكم العجينه. صافي غنحطهم في الطاوه وغادا نغطيهم، وغنخليهم يخمروا تقريبا من 30 حتى 45 دقيقه. هنا من بعد ما خمروا، انتم راه خمروا مزيان، الفران راه درتو كيسخن على 425 فارانايت دوغري فارانايت، ما يعادل 180 سلسيوس. غندهنهم بالبيض، زدت فيه شويه الخل وشويه لافاني على الزفوره اولا الحليب. صافي غندخلوهم يطيبوا مزيان حتى يتحمروا وياخذوا هاد اللوين هكا ذهبي، ونخليهم يبردوا تماما باش ملي ندير الحشوه ما يمدوبش ليا. هنا هاد لي بغيوش غوند غنقطعهم هكا من الفوق، كنهبط هذيك الفلحه تقريبا حتى لتحت، وهادو كنقطعهم هكا من الجنب باش غنعمروهم. ساهلين ما فيهمش شي خدمه صعيبه ولا شي حاجه صعيبه، والمنظر كيجي زوين بزاف. الموس يكون ماضي، ولي بغيوش يكونوا باردين، من الاحسن كاع الا خليتوهم ليله كامله احسن. هنا درت قشده طريه طربتها مع شويه السكر وشويه لافاني باش نصاوبين شانتيي، كنعمر ودرت شويه لي فريز، تقدروا ديروا اي فاكهه عندكم
بانان ولا تفاح ولا لابواغ ولا ميلي فريز كيجيو زوينين صافي. وكان نعمر وحاولوا تحلوا توسعوا شوية الفم باش تجيكم ديك الحلة كبيرة. وهنا درت دي فريز قطعتهم بهذا الشكل ولصقتهم تما، وغن ندردر بشوية سكر صقيل. المهم هادشي كيبقى اختياري. هنا هادو درت عاوتاني قشدة طارية ودرت شوية نوتيلا الوسط. تقدروا ديروا هذا زبدة الفول السوداني ولا دي فخويساك ولا اللي بغيتو صافي. وكديروا عاوتاني قشدة طارية وإيقاليزيو هاديك لا سيرفاس بهاد السباتول. وهنا رشيت بشوية شوكولا محكوك ما عجبنيش، درت فيرميسيل دو شوكولا جا زوين صافي. وكترشو بسكر كلاص وهاوما كيفاش كيجي وزوينين وبالصحة والراحة.